بسوي تيراميسو فأبي 400 ملي كريمة وشقل هذا. لما تصير كذي شيلها من هذا خليها بالثلاجة. أبي صفار 5 بيضات معاهم 125 جرام سكر أحطهم وخلط. في ناس تحب تطبخها على حمام ماي وفي ناس تخلي كذي مع تقريبا كوبين جبنة ماسكربون أو ماسكربوني. يفضل إنها تكون دافية. معجون الفانيليا يمكن لازم أحتاج أزيد شوي ورده خلط وبس. حط لك كريمة وخلط وكمل دفعة ورا الثانية. هذا لذيذ بروحه الحين. خلي بالثلاجة. بعدين ابي قهوة سوداء ويا ماكينة نسبريسو الجديدة. الجهاز ما في اختيارات لأحجام القهوة نفسها لأن كل كبسولة فيها باركود، فالجهاز يتعرف على الباركود نفسه ويطلع ماي على مقدار الكبسولة واحدة ايش كثر تحتاج. أكبرهم 414 ملي وأصغرهم الإسبريسو العادية. صوتها أخف وأهدى من الماكينة اللي قبلها. ولاحظوا الماي الحين شلون راح ينزل. طبيعي راح تاخذ كل هالماي لأن هي طلعت لي 414 ملي مو شوية. أحتاج أبردها بالثلج. بعدين أصبها في صحن بعد ما بردت. نقع بسكوت الليدي فينجرز أو السويارد بالقهوة عدل خليه يشرب. مرة سويت التيراميسو ما نقعته وايد شوي طلع ناشف وياي. فقلبوهم بضمير. فوقهم الكريمة وزعها كل مكان. فوقهم كاكاو بودر غير محلى، يعني مو كاكاو أسود بس ما في شكر. مرة ثانية بسكوت كريمة والكاكاو وبسكوت آخر طبقة كريمة ووزع فوقهم الكاكاو وبس. طرافها تنمسح بس وحطها بالثلاجة لما ثاني يوم تيراميسو تكون جاهزة. سوي لي معاها قهوة ثانية بعد مع ثلجة واحدة ندورها. نحط داخل حليب اللوز الجلاس ترى وايد كبير على اسبريسو واحدة 40 ملي. تنشال مرتبة كذي. اوكي سويت لي قهوة ثانية بعد. شرب بعد اللي صرت تري كونتر ميسو. ادري ان البوست هذا نازل برمضان الحين الصبح لكن انا مصوره قبل رمضان بيومين.